ولذلك ينطق الإمام، ينطق المعصوم، ينطق والزهراء كانت تنطق عليه السلام. وإذا شئنا أن نقرب المعنى أكثر وقلنا بأن الأمر لابد يمر بشكل طبيعي وهذا خلاف الطبيعة وما يصير، نقول له زين هل من الطبيعة المولود أول ما يولد يتكلم؟ لا. شلون عيسى نطق إذن لو خليناها على الجانب الطبيعي؟ إحنا شلون عيسى نطق؟ تقول لي إعجاز، تقول لي بقدرة الله، فسرها كيف ما شئت أنت كيفك، لكن هل هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يقع ولا ما يقع؟ في قدرة الله يقع، في أولياء الله يقع، في دائرة الاصطفاء يقع ولا ما يقع؟ هذا كلام تقول لي والله ذاك إعجاز، هذا تفسير للحدث، أصل الحدث يقع ولا لا؟ فرق بين التفسير والبيان وبين أصل الوقوع. أنا كلمك عن أصل الوقوع، تفسيرك هذا عندك أنت إلك، ما تلزمني به، بس أصل حدوث ذلك الشيء يحدث، فلماذا إذا حدث هنا وهنا ولماذا يحدث لا يحدث هناك فيما يرتبط بالزهراء عليه السلام؟ احنا نقول أن هذه النطفة مصطفاة، هذا المخلوق خلق من مواد كاملة استثنائية خالصة، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، في بعض ما ورد في كيفية ولادتها عليه السلام، والرواية موجودة في أغلب كتبنا نحن خصوصا في كتب السير، تقول خديجة لما اقترب وضعي لفاطمة عليه السلام أرسلت للقوادل من قريش فأبين علي لمحمد صلى الله عليه وآله، لأنهم قالوا لخديجة أنت تزوجت الفقير، تزوجت الفقير، فعابوا عليها أنت الغنية صاحبة المكان الكبير تأخذين هذا الفقير، فقطعوه النساء من قريش. زين، تقول بين أنا كذلك دخلت علي أربع من النسوة عليهن من الجمال والنور ما لا يوصف، فالتفتت إلي إحداهن وقالت أنا حواء، والثانية قالت أنا آسيا ابنة مزاحم، والثالثة قالت أنا كلثم أخت موسى عليه السلام، والرابعة قالت أنا مريم، جئنا إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء عند الولادة. فوضعت فاطمة ووقعت على الأرض قد خرت لله ساجدة، رفعت إصبعها إلى السماء مقرة لله بالوحدانية. صلوا على محمد. خديجة عليه السلام كانت في دائرة اللطف الإلهي حتى قبل زواج النبي بها، والله يهيئها لاقتران النبي بها صلى الله عليه وآله، وحيث أن هذه المرأة كانت لديها رؤية في الحياة، أنها لم تكن تركز على الجانب المادي في حياتها الزوجية، كانت تركز على جوانب مهمة، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة في زواجها، هذه النقلة في الحياة، دخول في حياة جديدة، يجب أن تفكر المرأة في عناصر الديمومة لهذه الحياة، العناصر